عن جماهير رأي الجماهير في خسارة المنتخب المصري من المنتخب السنغالي وصعوبة موقفنا للصعود إلى بطولة أمم أفريقيا 2015. وبعد ما نخلص التقرير ده في تقرير تاني هنشوفه عن رأي حسني عبد ربه وكابتن وائل جمعة طبعا نجوم منتخب مصر السابقين. حسني لسه بيلعب طبعا لكن كان مصاب. كابتن وائل جمعة أصبح مدير كرة في النادي الأهلي. هنشوف رأيهم من رأي بعض الجماهير في خسارة منتخب مصر ومستقبل منتخب مصر في الفترة القادمة. أكيد طبعا زعلانين وحزنين كلنا. المنتخب سيء جدا جدا وشغل غريب أسوأ من المنتخب اكيد طبعا. حرام يعني مفيش لعيب اصلا عمل تاكلينج في الارض يعني في روح المفروض حتى اعمل تاكلينج حسس الناس اللي جايه. قعدنا نقول جمهور ومش جمهور والناس مفيش ادنى مسؤوليه. الحقيقه يعني انا مش هقدر اقول حاجه النهارده اكتر من ان انا شفت جمهور لعب ماتش. الجمهور هو اللي لعب ماتش. الجمهور كان رائع. الجمهور كان راقي. الجمهور كان محترم. انما للاسف الشديد لا اللعيبه ولا المدرب كانوا على قد المستوى. احنا لازم نيجي نشجع منتخب مصر على اي حال والحمد لله باذن الله يمكن اللعيبه تتحسن فيما بعد ان شاء الله. يعني لازم احنا مصر نشجعها على اي حال في اي وقت. منتهى الاحباط الحقيقه يعني. واحنا للاسف يعني احنا ناس ظروف خاصة عانينا معاناة غير عادية عشان نيجي نشجع مصر وكان أملنا إن المنتخب يكسب وكان نفسنا إن احنا نفرح مع الناس ومصر كلها تفرح لكن للأسف هي دي الرياضة في مصر. يعني أنا جاي من الفيوم كابتن سامح وكان عندي أمل كبير إن احنا النهاردة ربنا يكرمنا ولكن هنقول الحمد لله إن الجمهور مر الاستاد وعمل اللي عليه وعلى قد المسؤوليه كانوا جمهور لاكبر درجه وهنقول الحمد لله ونفكر في اللي جاي. يمكن في امل في اللي جاي. المنتخب الاولمبي يمكن المفروض نديله الماتش الجاي. المنتخب الاولمبي طالما احنا ما فيش في المنتخب الكبير ده اي حاجه نجرب المنتخب الاولمبي يمكن ربنا يكرمنا فيه طالما هو هيبقى امل مصر في الفتره الجايه. والله اللعيبه اللي شكلها والله ما عندها طموح خالص انها تفوز. يعني لعيبه السنغال جايبه جون وعايز كانهم هم المغلوبين مش انا المغلوبين وعمالين يعني بيلعبوا يشجعوا بعض. انما احنا واقفين تايهين في الملعب مش عارف سوء تنفيذ من المدرب او اللعيبه مش عايزه اصلا تاخد حاجه. الماتش ده جينا في الماتش اللي فات بتاع بتسوانا برضك وكان عندنا امل في نسبه الصعود لكن الكابتن شوقي غريب اتاخر في تاخيرات. مفيش هجمه مفيش العاب. كل لعبه عايز يعملها بالونه. مفيش فكر خالص عند اللعيبه. الاصابات ما عندنا. الكور كلها ما عندنا. مفيش اي هجمه مرتده حلوه. مفيش كل واحد بيلعب فردي. والله كابتن شوقي غريب يتحمل ذلك. اتحاد الكره يتحمل ذلك. اللعيبه تحمل ذلك. اللعيبه اللي بالملايين اللعيبه اللي بتيجي من بره اللعيبه اللي بيجيبوها الانديه. ده انا من هذا البرنامج المحترم بطالب السيد رئيس الجمهوريه بالتدخل حتى عشان بيهدروا المال العام وده الفلوس بتاع اللعيبه اللي بياخدوها. ده يهدر للمال العام. للاسف يعني احنا ما كناش متوقعين كده خالص. كنا متوقعين ان احنا هيكون لنا شكل تاني بس قدر الله ما شاء فعل. ربنا مش شايف النهارده. عدم استمرار كابتن شوقي غريب بامانه يعني ما فيش النهارده. الفريق كان وحش جدا. ما فيش اداء ولا في اي كوره خالص. ما فيش كوره. نقول الحمد لله على جاب ربنا ونقول يعني ايه نبص بقى لقدام نبص اللي احنا بقى ايه ربنا يكرمنا بالمنتوشة الثانيه باذن الله والمنتخب باذن الله ربنا هيكرمه باذن الله. طبعا النهارده انت مش مفيش انت ما كسبتش على بتسوانا يعني الحمد لله ونصبر برضه على فكره. والله النهارده كان ناقص بس ان الجماهير دي كلها تفرح. يعني الواحد اول ما دخل وشاف الجماهير دي الواحد انا عن نفسي ما بسمعش يعني كنت اتمنى ان كلنا ندخل فرحانين بس انا حاسس انه مصر محتاجه عشان يبقى عندها منتخب كوره زي المنتخب اللي اغلبه اعتزل الكوره احنا محتاجين على الاقل 5 سنين تانيين. لازم نصبر ولازم يتشاف حل لان احنا بطوله الدوري العام تستمر والبطولات بتاعتنا تستمر حتى يمكن ان احنا نطلع لعيبه زي اللعيبه اللي اعتزلت. ده نمره 1. نمره 2 احنا هنروح غينيا الاستوائيه لان احنا هنبقى احسن التوالد وروح غينيا الاستوائيه. بس مش دي القضيه. القضيه ان احنا هنلعب فرق كبيره هناك وفرق كبيره قوي. وادي انت شفت فرقه النهارده كلها محترفين عملت معانا ايه بيلعبوا على الواقف
واحنا بنلعب بطريقه سيستماتيك قوي، تمسك الكوره وتعملها اوفر وبتاع. بصراحه احنا والله بنعتذر للجماهير على اداء المباراه والنتيجه، كنا نتمنى ان نكون نسعد الشعب اللي احنا طبعا فرطنا في المباراتين الاولانيين في السنغال وتونس، صعبنا على نفسنا في ماتش صعب مع فرقه هي اعتقد انها كانت افضل فرقه في البطوله. كابتن شوقي راح قرار مجلس الاداره كان واضح، ان وكلام كابتن شوقي معانا كان واضح، انا لو ما تاهلتش انا مش هقعد، وده كلام كان واضح. يعني اذا ما حصلش التاهل بعد ماتش تونس طبعا الجهاز كله مستقيل، يعني اتفاق في اتفاق على كده اتفاق، بس هو الكلام اللي اتقال طبيعي ان احنا ندي روح من يعني ما نديش ضغط عصبي زياده على الجهاز، ولازم نقول لهم حسب لان احنا في دماغنا ان يكون موجود الجهاز طبعا يعني هيكمل، لكن انا النهارده ازاي ببني فريق وبعمل وانا اطلع من تصفيات اطلع بالاداء ده. يعني النهارده انت بتتغلب ماتشين على ملعبك، بتتغلب لا بغض النظر يعني عدم التوفيق دي كره قدم، هو كابتن تشاوي مدير فني محترم ومدير فني كبير وبنحترمه، لكن لم يحقق الهدف المطلوب.